بعد انشغالات اللي تشغلهم بعدين يوفوا منها كانت تمدد جزيرة وتقعد عليها تطرح جركان وتمدح عليه إلا عن المدح ولاية أدران عنده طريقة يقعدوا جماعة وتقعد تمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقولوا نحن أعلنها بطريقة مشادة مشادة يعني تهلويت لا نقبل أنا شطر منها ويقبل الآخر شطر من أجل إيصال الكلمة للمتلقي وهذا قد يعود يختلف عن باقي الولايات لأن فم ضربة أخرى. هذا المدح كانت متباركة معاه مدة وهذه المدة اللي كانت متباركة معاه جهدها كامل ما فيها حد أقرب كلهم كان يمشي وراء ماشية إما غنم وإما إبل ودوما تلحق واحد منهم ماشي وراشي من الغنم ويكرر مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخلة وهذا تفرج عليه فم صنفين فم واحدين بدعوا هذا المدح وهما قلة وفم واحدين حفظوا ورفعوا هذا الشعار على سبيل المثال أول حد معروف وفي ولاية أدرى مقاطعة طار هذا المداح اللي قالوا مبروك يا هنديشون مبروك مبروك يا هنديشون هذا الرجل كان يمدح مع انه هذا السياق اللي عدل المدح وهذا التصوير اللي عدل له هو قطعا الغزوات ما احضر له وقطعا الرسول ما احضر له وهذا ما قرا اعطاه وفق مولانا وهذا الانسان اللي قال له مدح المصطفى لانه كان مغني يا غير كان اغناهم ما وقفوا شيء ما هو مدح الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا عن انه خالق فرقه كان ماشي هو واحد الاشخاص اللي معاه مرافق منه وخاضوا على الضريح احد الصالحين تختلف الناس في ذاك الشخص وعلى انهم كلهم جو صعب يعني جو هو وقف عند الضريح عطى دقائق وبعدين عاد المرافق وكاد الجمال اللي عنده يرجع له قال انه ظهواله هايم يقول يا نبي يا نبي ندور نشكر نبي وعاقب تهباطي القناية ندور نشكر نبي هذا هو أول شيء أبدأ به مبروك الهنديشو أبدأ ومكث بليدين قالها في أدراني في ظهر أدراني قالها وادي الحمام ولو كل حد درك يعرف لوادي الحمام لأنه بعد مكوثه هو فيه ونظرا لكثرة المدح اللي عدل فيه آت الجناس الفواج تقول قايسين المداح وراه معروف ضرك فادرار عاد ينقالوا المداح نظرا لمكوثه هو فيه ومدحه عرفه وعاد ضرك ما يشيله المداح هذا الرجل هو اللي قال ونيت لنا خرصه يواجع الحقن الناس ما كان تعطيته أهمية هذا الجانب اللي ذهب به اللي ها الرجال الذي كنتم يلا يعود نبحث قضاياهم ويلا يعود نجمع ذا اللي كانوا يقولوا ويلا يعود يدون الى عاد فما اخطاء يتم فيهم تصحيح ويعود مرجع وهذا ما اخلي يعني هنا فتنا تباركنا مع قضاياهم من كل درجاج نجبروا عنده نبذه ما فهم الشيء ذاك هو كان مدروس المبروك هذا هو عترة المدح اللي يداول لك خاصة فطار مدحوه المبروك وأول مهرجان وعدل في تجيكجة 2001 بحضرة العلامة حمدا ولتاه محمد البشير بل بابه المعطى كان على أساس جمع مدح المبروك وأنا من المشاركين فيه والمداح المشهور برور رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين هذا الرجل لا نعطي عنه لمحة عند اللي قال يقول في مدحة ينقالها نشرف محمد الأمين وهي اللي يعطينا فيها تفاصيل غزوة بدر الكبرى يعني عدد المسلمين وعدد المشركين وهذا نخرصه نعرفه يلا قاع المدح
تم يتأخر حتى في المدارس لأنه لا يعود معاون التلاميذ في ياسر من الأسئلة اللي تنطرح عليهم. يقول لي اللي تبقي للمدح الزين السماع يثبت لك باليقين قزيق وريش نهض في الحين بيت السعمية فرسان متان لقاهم سيد المرسلين يقاطع له الرفقة كان بذل تمية ورقا جين وهضعش معاها ذاك قران جماعة ذاك تجيك 313. كذلك العشرة المبشرون في الجنة يقول القوم اللي فات الرحمن ربي بشرهم بالغفران أبو بكر عمر عثمان سعد وسعيد وطلحة الزبير وعبد الرحمن علي وعبيدة. يشو العشرة هاو ساقوا وفقاه ويوصف مش الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق شور غاري حرام هو اللي يقول وقت انفزعت فضرك قمان خشيت الغار والساعة ليك اللفعة تجري لغربان الحمام زرقت ذيك وذيك العر مصف وقاع عشيان منين ركع وعلمهم بيك ملت فم فزوع العربان توت تنباشي تحوشيك انت يا زين اللي زيان مباركت وسميت عليك يعمي عنك عين المعيان تعمي عين اللي ما يبقيك الى اخر الطلعة. معنى ان هذا الرجل كان ينبغي على يبحث في قضيته وعود ذي اللي قال كامل انجمع وعود ذلك مدون وعود مرجع ان احنا هذو اللي ذا هم نطايحوا في المدح ما نعرف ذا اللي هنقولوا شيء وبالتالي مدحه ذا هو يداو ما يعرف حد هذا المدح من قايله الا ما اقل فهم يقول في الناس اللي كان يقني معاها يجابر معاها ويروح له في ذاك القنا وذاك الشيء يقول لهم اخيار اللي كامل والسيد شكري للنبي واصحابه شكري للنبي نهولني اغري قاع قد نهاب ومخبر في السيره ومقني نبقيه ونعرف تركابه هو شفيعي واني شفيع الخلق على بابه هذا كامل من مدح المبروك المبروك هذا انكتل اللي جيت تجيك شيء ويقولوا على الناس اللي غدروه كانوا وقتلوه على انهم بعدين يشكروه وحاولوا على انهم يذبحوه على انهم ما قدروا يتصلوا ذيك الطريقه بعد ياس من العذاب قال لهم على انهم كافي من عذابه هذه الوحشيشه الخرزه اللي يخرج معها مدح الرسول عليه الصلاه والسلام ما يقدروا يقتلوا منها وبالتالي خرصوا لي طريقه اخرى وبالطبع يقولوا على انهم اقتلوه من الخلف رضاه وراه مدفون وضريح وقطعا 2001 قاس العلامه حمد المرتاح حمد البشير بل بابه المعطى مشاور زيارته هذا الرجل مرجع وكان يا الله يعود وحافظ على ذا اللي قال كامل وانا بعد طالب هذه الجماعه اللي متباركه مع هذا المدح جزاهم الله خيرا لانهم يحاولوا قد يجمعوا منه يحاولوا انهم يجمعوه ويالفوا كتب ويالفوا يسجلوا اشرطه ويعود لطريقه مضبوطه وطالب هم اللي من المغنيين الاخرين لانهم يواكبوا اللي قد يواكبوا المداحه في تصحيح ذاك اللي من ناحيه الوزن وطالبين من الفقهاء والعلماء هم اللي يواكبوا اللي قد ماس كامل من العقيده لانهم يحاولوا على ان ينبهون عليه ونتفاداوه هذا من ناحيه المبروك فم راجل اخر ان قال له احمد محمد بلال راجل معروف كان في سوق قطار يتم قاعد عند ميزان حد من اهل الطار اني يسمع ميزان للسماني دور عود معروف شارع المرسى اللي ينطرح عنده التمر وذاك الشيء كان يقعد فم وكان مشهور بالمدح اللي يقول اللي عنونت هنا في ظهور الإسلام وطلع أخرى يقولها وعنونتها بالموعظة طلعت ظهور الإسلام هي اللي يقول هذا اللمدح الرسول للي يبقي مدحه مسبول يكسر وذنه لله نقول والما يبقيه الا يمشي ماني طاير فيه بلا مول ولا أنا راجي من عنده شي هذا مدح رسول الله للي يبقي مدح رسول التعايد وصناع الله والصمت لهذا الله نقول أنا بعد ما آمن بالله شهدوني ومصدق برسول وشهدوا على أني حامد الله علم جرسول لمت مرسول فمن أي الرسل للخلق جاء والسام رسول
زين ومقبول، حد اسمع حسه زين والله الخرص ذاته زين حفوه. صدق به بقاه الله بالطريق المسبول، حد كفر به نعوذ بالله، بغض الله وبغض الرسول، وعدت النار هي مأواه وجاب له كفر بدخول أنا بعد داخل على الله من ذاك دخول وذا المدخول. كون دخول الجنة نرجاه عند الله ومتوسل برسوله وضامن على الله نراه، بيا نطلب مول تفضل والفضل الله والفضل راه والما فضل فضل وفضوض والله فضل رسول الله. بشي يقلب الأذهان والقول والله بنداه من بعد جاه، كلمه بلسان فصيح مسبول، ما قد نطق قبله لا وراه، قالوا نشهد عنك رسول، قالوا نشهد عنك رسول. هذا والله بنداه من بعد جاه، كلمه بلسان فصيح مسبول، ما قد نطق قبله لا وراه، قالوا نشهد عنك رسول. وذاك اللي قال فعلوا الإله ما في شي يقول على النقول، وعرش الصدر فمن أين نداه، قام عرقوم الأرض مسبول، مش على الأرض بدن من الله، شكي مشي عرق مبلول بلا صاق، ولك راع مراه ما قد تخل يكون الرسول، وتكلموا بفم الله حشاه، ما وسع عنده فم محلول يكون دورك والشوك، والله ما فهم فم مشابه للقول نشهد عنك رسول الله. قول العرش بكلام مسبول، والله يعلم بأنك، والله بأنك هو محمد رسول، وأهل النفاق تصان تحلى للضب للعرش كلها اللي يقول فهموا عن هذا مدل إله، قالوا آمنوا بالله ورسول إلى آخر الطلاء. يقول في الموعظة سبحانك مولى التفضل، مع ود هذا بعد يفكر، وفكر من ذاك محصور، راجل من طينة خلق الكر، وفاصل منه ما هو بطول، جات امرأة من سيقة تظفر، تناسل منهم تناسول، خلق خلق الله وانتشر ياسر، بالما نخلق مقبول وياسر فيه الكفر ظهر، سبحان الله مولى القوة لأعطانا من فضله هو، ذفر وشي ماذا هو عد ما يحصيه لساني، أعطاني مذاقات حلوة من سقري بها حباني، مشاها فأعطاي قوة وأنا هاني ما مشاني، ما تمشي بالفتوة ولا بانتظام اللساني، ولا بالقلظ ولا بالقوة، محال ولا فاعل ثاني ما يشي، ما هو الباقي منها والفاني، الباقي اللي يمشي قوة والفاني يمشي شي ثاني، سبحان اللي خلق الأجسام من ما هو الساهم ضمام، والساهم لحوم عظام، وكسى العظام لفوق الحم، ومقسم العظام بتقسام، ما هم ماسي عظمين أعظم، وفخ زاد الروح في التام في العظم، واللحمة والدم والطعم في الكون في الأرحام، في بلد ما يرى شي طعم، ما فيه العيش ولا لدام، لحم عادم معدوم الحم، معدم ترع وزمر وهدام، ولا حطب من ذاك عدم يا غيري الى راد القسام، يطعم يطعم ما هو بذا اليم اللي حارم لجبر تام، ما يطعم به اللي نحرم. هذا يقولوا في الطلعه الاخرى، هو اللي يقول لنا الموعظه. هذو الرجال كانوا معرفه وكانوا يمدحوا وكلهم اللي جهدوا، رغم انهم ما قطوا قرار، وكانوا واحدين في ياسر، وذوما الحمد لله اللي بدعوا هذا المدح، وذو هو اللي درك يداول الحمد لله جيل بعد جيل، إلا على أنه نقول على أنه وقصر في حقهم. فمن الرجل اللي قال له أحمد واللي الدويري أعمى اللي معروف بالفضفاضة السوداء، وكان يجي عنقار السوق ويسند فيه ظهره، وعنده طبله وينشر ذاك الحولي، ووالدتي اللي عقلت عليه كانت توصف بالطريقة اللي كان يمدح بها، غير أنا ما نقدر نعدلها. ذو النجم اللي نجم مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ما شاد حد اليوم أخباره، هذا ما يتوسف. فما أسرة ينقال لها أهل زيدان، أسرة كاملة بأسرها وأحلى فيها لا مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصين ليلة الاثنين، خاصين ليلة الجمعة، خاصين شهر رمضان، خاصين الأعياد الدينية. أنا إلى البارحة كنت معاهم نمدح معاهم، وهما أسرة ضعيفة ولا عليها تمل، يا غير مقومين هما هذا لما فيه لكامل له يعدل إشراب المداح، هذا كامل يحتاجه، هذا مقومين ذوك العليات، وقابلوا إذا المدح عندهم نجج وعبادة، حتى على أن ما يخش حد. واحد منهم توفات مالها بارك 15 يوم، قال له فيتي زحابة وهي كانت قاعدة واقفة، حتى ما يدخل حد ويقعد يتمنين يطيح شي في عبونه، تطرح ذا عم خالة من الحلاوة، ولا أني تقعد أنت تتمني يقول شي طز في عبونه يقول لك حلي فمه، هذا أي حد خش ذاك الميز. هذا هم اللي مد الحمد لله كرصة حياته مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة نساء، معناه أنه يا الله كان ينبغي أنه
نطرح لهم حساب، وهذا هو اللي عندي في هذا. طلع من المدح. لا نقول طلع للمبروك. يقول وحمدنا لله القيوم لخلاقة محمد عزلان، عمم الإسلام وخف الصوم وجاو الصلوات بالمكان، رق الخمر وعاد بلا سوم، خلقة الحريذ والفرقان، يشفع في اللي منا معلوم ينعت وجهه، بل العصيان أنا متوسل له القوم اللي خلقوا له المكان، أبو بكر ذاك السلوم رفيق بينا في الميدان، وعمر ذاك اللي من يوم منين خلق أول إسلام، منين تخلى حقه مكتوم، قال البلال أرفع الأذان، ما فيهم واحد شور ولوم، عثمان وعثمان وعثمان، عالي في الفتنة مسموم، عايد روح على العصيان، ما قد تتخلف عنهم يوم، وصدق هو والصبيان، ورايد شنو مبروم ينزلوا بأثمان القرآن، اللي ما تبعوا عاد حموم، واللي تبعوا قاس الجنان، وصلنا بعد دور الدوم على حمد الحي السبحان، نقولوا منضوج ومظلوم عند الطبيلة وصوان، نقولوا متكحل في النور، ونقولوا حتى في العيان، وأنا يا محمد مدروم، وعلى شكرك من دور أحسان، والشكر عليه منين نعود ندور مسنون الهيدان، تم بحياتي مقيوم، وشبه ذاك نواسي الإحسان، عند منين يتسبع مرجوم، ما خارج يكون النسيان. ثم طلع أخرى يقولها رجل راه موجود ذاك الفطار، يقول المداحة تمكر سيد الأنبياء، منين أحزم أحزم علي وعمر، كسر الكفار أكثر من كما ببكر، عمر عثمان منين يرفع بلال الأذان، زيد يكبر خوف العصيان، رسول الله يتبسم، حمزته والعباس عوان، علي سيف وحده يعزم، وش قال إذا قبله فوان، خاتم الأنبياء متحزم، لعبد الإسلام وعبد الرحمن شق بالسيف، إلى اللي قدم السيد خالد وباس سفيان وطال، حتى في منين قدم يوم الخندق شر الفرسان، سكن الكفار برموا برموا الصناديد، المات ليان دخلوا عالي لينهم بين الميت واللي ديسان، واللي هارب خوفين عدم اسكي عالي لاج حدان، واصحاب رسول رجم رجم، وبيدته عبد الرحمن بن جراح يتقدم سعد يقلم، ما هو عجلان ما يرجع عنه خاض فمنا فيه من الشيطان، قذ قذ يصير الدم بين الكبده والطيحان، لك لو القلب الطعم واللي شهيد على الايمان، جعله مولانا مسلم دينه صادق من الاديان، ولا غير ولا عدم غزوات السيسبان، علي ما كان فم لحق ولا راقد نحسان، مع آتك عمتهم قام نرقاد وغضبان، مقرش عنه ما هو حلم رسول الله والشيطان، ما يقدر مجرم يخلط مركب جواد وكرشان، وطلب مولانا يقرب من فضل الحي السبحان، جل المدينه فمو فم فاطمه والصبيان، الحق بشد الحزم على ابوهم ماشي برفان، قيم علي تالفهم جام ودخل في الميدان، وسقى صقير فدتهم قام يقلب في سريان، بذل فقار ومعظم شافوا الملك الحشمان، وسلوا كان دار متلثم يعرف له من اي الفرسان، واسمه ومن هنا قل لمن شافوا قطع الاذنان، شافوا الوزير الهجم علي السجع السجعان، لطموا جابوا متكمكم، مقتل مرحب شيخ العربان، مقتل داود الهرم، مقتل القطريف اللي كان مانع حسنة استسلم دخلت الاسلام، وحسان اختبى خالد همه فم عند الرسول على رضوان، الرب اللي خلق لهم مزوجه واعطى بيان على القنيمة، وقسم جهال المدينه فرحان، اللي مولانا فضلهم على اليهود العصيان والنصارى، بدل منهم دليل وآية وبرهان، واستسلم منهم وكلم، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. قد لا أطيل كثيرا لأن الوقت لا يتسع لذلك، و أقول إن الله سبحانه وتعالى بدأ سبحانه وجل جلاله بمدح نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يكل ما متع الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم به من الفضائل، لم يكل بيان ذلك إلى ألسنة الشعراء ولا إلى أقلام الكتاب، وإنما تولى الله جل جلاله في كتابه العزيز، تولى بيان مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمدحه الله تبارك وتعالى بسور كاملة، تارة نجد سورة من بدايتها إلى نهايتها كلها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة نجد آية في وسط السورة تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة نجد السورة تبدأ بمدحه، يقول الله جل جلاله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. مدحه الله تبارك وتعالى بأفضل ما يمدح به وهو الصدق،
وتعلمون أن الصدق من أعظم الأخلاق الفاضلة التي ينبغي للإنسان كإنسان من حيث هو أن يتخلق بها. وهذا الخلق العظيم مدح الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. مدح الله تبارك وتعالى كل أخلاقه فقال جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. ذكر الله تبارك وتعالى في سورة أخرى بدأها بالقسم على محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكما يقول العلماء إن سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر عنه الوحي ومكث جبريل 40 يوما لم يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال المشركون: إن الله تعالى قلاك وإن جبريل ودعك، أي لم يأتك، فأقسم الله جل جلاله على كذبهم، فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم تتبع هذه بسورة أخرى يمدح الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بشرح صدره، فيقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الذي نفهمه من هذا أن الذي يريد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعلم أنه في بداية الأمر إنما يزين هو كلماته ويزين هو نفسه قبل أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه غني عن مدحه، لأن من مدحه الخالق جل جلاله لا يستغني لمدح المخلوق أبدا. ثم إنه كذلك أيضا نجد أن العقلاء حتى من الذين لم يدخلوا في الإسلام مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نثرا وشعرا، وتعلمون ما مدحه به أبو طالب عندما قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ذمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وتعلمون أنه في ذلك العصر سالت الأقلام بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقلام كثيرة سالت بمدحه، وألسن كثيرة أيضاً ذكرت مدحه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه: هذا رسول الله يبدو في الدنا شمساً تضيء لسائر الأكوان، فهو الذي كان الختام لرسلنا كختام مسك ذاح في البلدان، ذو الصورة البيضاء والوجه الذي أضحى لنا قمراً بكل مكان، وإذا لمست الكف قلت حريرة من لينه كالزبد في فنجاني، وإذا سمعت كلامه مترسلاً يصير القلوب يهز كل جناني. كان هذا المدح ينبعث من تلك القلوب المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي نظرت إليه فرأته فيه الجمال الظاهر وفيه الكمال الباهر صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ما مدحه به حسان بن ثابت رضي الله عنه، ولقد أحسن في ذلك، فقال رضي الله تعالى عنه: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر، روح من النور في جسم من القمر، كحلة نسجت بالأنجم الزهر، لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، ولست أنظره إلا على حذري، لنوار من نوره في نوره سطعت، والوجه مثل بذاق الشمس والقمر، صلوا عليه لعل الله يرحمكم يوما تلوى وترمي النار بالشرر. كان البعد الروحي لهذا المدح يمكن أن نقول إنه يختصره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وذلك عندما قال: من مدحني بشطر كلمة حلت له شفاعتي. والعلماء يقولون إن هذا المدح سواء كان إنشاء أو إنشادا، فالذي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنشأه هو من شعر أو نذر فإن له ذلك الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان مدحه من مدحه غيره ولكنه هو أنشد ما ذكره ذلك المادح، وبالتالي ينال بإذن الله تعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعاً كلما مرت الأيام وكلما ابتعدنا من ذلك الجيل العظيم الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد شوق المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولربوعه التي كان يعيش بينها ولأصحابه الذين كان صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم، وخصوصاً عندنا معشر الشناقطة. وتعلمون القصيدة الرائعة التي مدح بها العلامة أحمد المحمد سالم رحمه الله تعالى عندما قال: أتدري عينه فضض الجماني ضراما من تذكره المغاني، مغان بالعقيق إلى المنقى إلى أحد تذكرها شجاني، ومن تذكار منزلة بسلع إلى الجمة تعاني ما تعاني، فهل عزم يصول على التواني، وهل بعد التباعد من تداني، وهل أضوب كور الطير رحلي على وجناء دوسرة هجاني، إلى أن يقول، وهذا هو محل القصيد فيها، يقول رحمه الله تعالى: بعيش كص شمائله فإني أحن إلى شمائله الحساني. وطبعاً هذا البيت ينبغي أن يكون حال كل واحد منا: بعيش كصف شمائله فإني أحن إلى شمائله الحسان. وطبعاً هذه الشمائل الحسان دونها الشعراء والمادحون في شعرهم، فوصفوه صلى الله عليه وسلم خلقاً، ووصفوه أيضاً كذلك خلقاً صلى الله عليه وسلم في أشعارهم. فكان الحال يحكي قائلاً: يا عين إن بعد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشط مزاره، فلقد ظفرت من الحبيب بطائل إن لم تريه فهذه آثاره. ويحكي أيضا كذلك قائلا: أخلاي إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالعين. هذه شمائله. وكذلك أيضا لا ننسى من الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجادوا في ذلك ويتجلى البعد الروحي أيضاً عند هؤلاء: أحمد شوقي رحمه الله تعالى في قصيدته الرائعة التي بدأها بأسلوب غاية في البلاغة والروعة والجمال عندما جعل للزمان فمًا وجعل ذلك الفم يتبسم لهذا الضيف الذي قدم له قدم إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحضيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية والناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. إلى أن يصل إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، أما الجمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق منك أياء، والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد والزعماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا حميت الماء لم يرد ولو أن القياصر والملوك ظماء. تنكع بإعطاء المعلومات الهامة والأساسية التي تؤصل لحركة البيت المزارع، وخلال خصوصاً خلال يعني مداحي هذا في سؤال تلقوا عليك من ديشون مبروك الزيشون اللي كسمنا عليه واد عام من بعد معروف اليوم يعني من أكثر الأودية للولايات، وربما يكون في بعض الأحيان الأوائل الأودية اختي الأرض تقريبا تقريبا تاريخ ميلاده يقال بلا بحث بينهم في الموضوع خصوصا خصوصا هي المعلومات الهامة اللي عمرك تتابعها سواء يوم يحتاج الوقت حسب لجنتي معاه ما سمح لي كنت أمور بداية عن النمط هذا، من رأيك أن تكون بعض المعلومات عن مناطق موريتانيا الأخرى؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني لاحظوا عن مدح عن كلمات رنانة وجميلة وموزونة، أعطيتنا مثال عن مقروء وعن محوي وعن برور وعن الأشخاص اللي كانوا يقولوا مدح وكانوا يكتبوا، من ربني في مناطق موريتانيا الأخرى كان عندهم بعض من الأسماء اللي كانت تكتب أصلا مدح، خصوصا الناس اللي كانت تكتب، وعن مدح من نفس المدح اللي كانوا يقولوا مدح. احنا اليوم كباحثين مجال الادب ومجال الثقافه دائما ما نبحث في المجال لان هذا نوع من هذا
تداخل وصمت وشكل ما فيه هذا انه بحر